محمد بدراوي من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والسيد روبرتو سيكاروتي من إيطاليا. إذن الآن مع الفحول المشاركة في هذا العرض الجماعي أولا، وسنعود معكم في العرض الفردي.
Thank you so much. The first contender in this class, Visakala number 293. We now like to welcome the next contender in this class. We'd like to welcome colleague number MO عنتر رقم 293 لمحمد خلف العتيبة في الهوية العربية 19.5 من حكمين 19.5 حكام رأس والعنق 19.25 من 5 حكام 19 من حكمين الجسم والانسيابية 18 من 6 حكام 18.5 القوائم 15.5 من 3 حكام 15 من 4 حكام والحركة 18.5 من 6 حكام 18 بمجموع 90 نقطة. Now waiting to the results. So the first contender in this class, colleague number 293, MO Antar, signed by SQ Shadat out of MO Mazuna, with runs by Mohamed Khalaf Alotiba, and MO Antar scores 90 points.
And thank you so much, clinic number 296. We're heading now to the results for clinic number 295. Lamar BHM لعلي غانم بن هبيل المزروعي رقم 295 في الهوية العربية 20 19 نص من خمس حكام 19 الرأس العنق 19.75 19.25 19.5 من أربع حكام 19 الجسم والإنسيابية 17.5 من أربع حكام 17 من ثلاث حكام القوائم 16.5 16.15 من أربع حكام 15 والحركة 19.5 من خمس حكام 19 من حكمين بمجموع 91.25 Results for category 295, Lamar BHM, signed by Ajman Munishon, out of PA Olivia Balloons by Anikan Ozrui, and Lamar BHM scores 91.25. In the meantime, we see the entrance of the next contender in this class. We see the entrance of category 297. ALR تحدي رقم 296 لمحمد يوسف الرشيد في الهوية العربية 20 19.5 من أربع حكام 19 من حكمين الرأس العنق 19.25 من خمس حكام 19.5 من حكمين الجسم والإنسيابية 17.5 من حكمين 18 من خمس حكام القوائم 15.5 بإجماع الحكام الحركة 19 من ثلاث حكام 19.5 من أربع حكام مجموع النقاط 91.4 Results for Galatim 296 ELR Tahari, signed by Barjaza Zuber out of Psyche Scavelli. Roddy Brendan Owens by Mohamed Youssef Al Rashid and ELR Tahari scores 91.40. Thank you so much to Galatim 297. We now like to welcome the next contender in this class. Thank you.
And thank you so much, Kelly number 298. And we now would like to welcome the next contender in this class, the first group of the Stallions. The senior Stallions, we have two groups, one class of 4 to 6 year olds, which is the class now, and after this class, we have a class of the 7 years and older. But now, are we heading to the next contender in this class of the 4 to 6 year old Stallions? شاهد ايضا الفحل يشارك امامنا مع هذا العارض الاماراتي بالزي الجميل ايضا الذي يمثل تراثنا ايضا الاصاله والعراقه. شاهد انا عيني بارده ترى، انا ما قلت شيء، انا بس اللي شجعت العارض. عيني بارده يا جماعه. حصل خير، حصل خير، مالي حصل خير، لا إله إلا الله، حصل خير، مالي مالي. يعود، يعود مرة أخرى، يعود بتحية، بتحية. نعم نعم، تحية لهذا العارض الإماراتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نذكر الله يا جماعة. نعم، تحية، تحية أكيد لهذا العارض جميل، أكيد جميل اليوم أن نشاهد العارضين الإماراتيين يتواجدون أكيد في مثل هذه المسابقات. وبعد كفو، ونزيد على كفو بعد. الآن في مرحلة التأقيم في منتصف الميدان. زين بس نهدى شوي على أساس يعرف يثبت الخيل، بس شوية نخليه يثبت الخيل شوية بس. شكرا يا ابو عبد الله، شكرا شكرا. الان العارض والمحاولة، الان هنا تثبيت الفحل امامنا. شاهد ايضا اعضاء لجنة التحكيم في التقييم الان للفحل امامنا رقم 300. وفي هذه الاثناء ايضا تظهر نتيجة جديدة. Eric, what do you think about the handler? Well, ladies and gentlemen, we see a traditional Emirati handler here in front of us. So we are very proud of the heritage here in the United Arab Emirates. And we are very happy that this Emirati handler here is in front of us with his horse, now in front of judges, Kalak number 300. إذن الآن مع نتيجة جديدة لكحيل الميدان رقم 297 لمربط الميدان الخيول العربية في الهوية العربية، 19.5 من 4 حكام، 19 من 3 حكام، الرأس والعنق 19 من حكمين، 19.5 19.25 من 4 حكام، الجسم والانسيابية 17.5 من 3 حكام، 18 من 3 حكام، 18.5 القوائم 15.5 من 5 حكام، 16.15 والحركة 19 من حكمين، 18.5 من 5 حكام، بمجموع 90.4. Results for calendar number 297, Kahil Al-Medan, sired by Kahil Al-Shakam out of V8 Sanyana, brought around by the Al-Medan Arabian hosted, and Kahil Al-Medan scores 90.40. مع نتيجة جي اس اوسكار رقم 298 مربط الجواهر الخيول العربية في الهوية العربية، 19.5 من 5 حكام، 19 من حكمين، الرأس والعنق 19.5 من 4 حكام، 19.25 من 3 حكام،
الجسم والانسيابية 18.5 17.5 18 من 5 حكام. القوائم 16 من حكمين، 15.5 من حكمين، 15 من 3 حكام. الحركة 19.5 19 من 6 حكام. مجموع النقاط 91.20. Results for Calatima 298 GS Oscar, signed by E.G. Marzan out of the Crystal Moon, brother known by the Al Jubahar Arabian hosted, and GS Oscar scores 91.20. ومن الآن الفحر رقم 301. ذكر أن نشهد في هذا الشوط مشاركة 17 فحل بعمري 4 إلى 6 سنوات، وسنشهد بعد هذا الشوط شوط الفحول بعمري 7 سنوات فما فوق. إذن شوطين للفحول في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، هذه البطولة التي تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات الخيول العربية، والمتابعة والإشراف من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات الخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية. هذه البطولة التي تأتي دعما وتشجيعا للمربيين واستمرارا للرزنامة التي تقدمها جمعية الإمارات الخيول العربية في تنظيم ودعم البطولات، بطولات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. الآن نتيجة جديدة ستظهر على الشاشة لمادر المادر رقم 300 لمربط المادر الخيول العربية في الهوية العربية، 18.5 من حكمين، 19 من 5 حكام. الرأس والعنق 19 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، 18.75. الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 17.5 من حكمين. القوام 16 15 15.5 من 5 حكام. والحركة 19 من 4 حكام، 19.5 18.5 من حكمين، بمجموع 90.05. Results scorecard number 300, Madar Al-Madar, signed by Emerald J out of Di Faria, Redenons by Al-Madar Arabian hosted, and Madar Al-Madar scores 90.05.
شهم الخزامة رقم 301 لطلال المسكري في الهوية العربية 19.5 من 6 حكام 19 الرأس والعنق 19 من 3 حكام 19.25 من 4 حكام الجسم الانسيابية 18.5 من حكمين 18 من 5 حكام القوائم 15.5 من 3 حكام 15 من 4 حكام الحركة 19 من 5 حكام 19.5 18.5 بمجموع 90.95 Thank you so much, Kalak number 302. We have the results for Kalak number 301, Shamal Guzama, sung by Fadal Shakab out of Flaminga MS, Redrunt by Talalawait Almaskari, and Shamal Guzama scores 90.95. In front of us and in front of our judges, the next contender in this class, we see category number 303. Thank you so much, Kalak number 303. We'd like to welcome the next contender in this class. Oh, we're heading now to the results for Kalak number 302. عمار AGH رقم 302 لجاسم النقبي في الهوية العربية 19.5 بإجماع الحكام الرأس والعنق 19.25 من 5 حكام 19.5 من حكمين الجسم الانسيابية 17.5 من حكمين 17 من 5 حكام القوائم 16 من 3 حكام 15.5 من 4 حكام والحركة 19.5 من 4 حكام 19 من 3 حكام بمجموع 90.9 Results for category number 302 Amar AGH signed by FL Rashim out of Dizzy Rima
Brother Owens, Jesse Muhammad, Annagwi and Amar AGH scores a total of 90.90. أمزج شامخ رقم 308 رقم 303 مربط مزيد للخيول العربية. في الهوية العربية 19.5 من 5 حكام، 19 من حكمين، الرأس والعنق 19.25 من 3 حكام، 19.5 من حكمين، 19 من حكمين، الجسم والإنسيابية 18.5 17.5 18 من 5 حكام، القوائم 15.5 من 5 حكام، 15 من حكمين، والحركة 18.5 من 3 حكام، 19 من 4 حكام، مجموع النقاط 90.85. Brazil's record number 303, MZ Shami, signed by AG Marzan, out of Alariam Sharia, Bredenund, Matimaziat, Rabin Horsted, and MZ Shami scores 90.85. Thank you so much, Kalahari number 304. We now like to welcome the next contender in this class. Thank you.
تنويه للسادة الحضور، هناك تعديل في نتيجة الفحل رقم 302 عمار اي جي اتش لجاسم النقبي، كانت النتيجة 90.9 وأصبحت 91 نقطة. نعم، عمار اي جي اتش لجاسم النقبي بدلا من 90.9 أصبحت 91 نقطة. We have a change, ladies and gentlemen. Correction in the scores. Calling number 302. Amar AGH scores a total of 91 points. Meantime, in front of us, we see the next contender in this class. In front of us, Cadillac number 306. Oh, see, calling number 306 in front of us. We're adding to the results now for calling number 304. ربدان آر رقم 304 لمحمد هيثم بن فريش الكندي في الهوية العربية 19.5 من 6 حكام 20. الرأس العنق 20 19.5 19.25 19.75 من 4 حكام. الجسم الانسيابية 18 من 4 حكام. 18.5 من حكمين 17.5. القوائم 15 من 4 حكام 14.5. 15.5 من حكمين. والحركة 18.5 من 3 حكام 19 من 3 حكام 19.5. مجموع النقاط 91.20. Results for category number 304, Rabdan R, signed by Ivan Rashim out of Ajir Woda. Redenons by Mohamed Haytham Al-Kindi and Rabdan R scores a total of 91.20. وهنا نشاهد على الشاشة حضور وتشريف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، رئيس لجنة المنظمة العليا لبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية. تشريف من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان لبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، ويدل على الدعم الكبير اللي يقدمه للمربيين والمتابعة والإشراف الكبير للبطولات، وحرصه الدائم على التواجد لدعم المربيين والملاك. إذن شاهد الآن التواجد هنا ما بين المربيين والملاك في هذه البطولة. جانب أيضا من حضوره ومتابعته الميدانية الدائمة وإشرافه للتأكد من أيضا نجاح البطولات، وأيضا تنظيم ودعم وإشراف
لجمعية لجمعية الإمارات الخيل العربية على بطولات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن ترحيب بالشيخ زايد بن حمد نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات الخيل العربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية. We'd like to welcome here at the Emirates Arabian Horse Breeders Championship 2023, Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, the chairman of the board of directors of the Emirates Arabian Horse Society. شاهد ايضا تحية الشيخ زايد بن حمد النهيان لايضا للحضور المتواجدين والملاك والمربيين في البطولة التي تأتي في نسخة ثالثة مميزة، بطولة من خلال النتائج، فعلا النتائج التي رأيناها في هذه البطولة ومن خلال المشاركة من قبل 321 خيل من الخيول العربية والتي رأينا تنافس قوي ما بين الخيول المشاركة هنا أيضا. الآن أمامنا الفحل رقم 308 في أرضية الميدان، نشاهده ونشاهد أداءه. نتيجة الفحل رقم 305 أمير الميدان لمربط الميدان الخيول العربية، تم استبعاد نتيجته للعرج. I'm sorry to inform you that collection number 205 is out of competition because the horse is lame. ولما نتيجة الفحر رقم 306 AHM متغطرس لأحمد حمد اليماحي في الهوية العربية 19.5 من حكمين، 19 من 5 حكام الرأس والعنق، 19.25 من 5 حكام، 19 من حكمين الجسم والإنسيابية، 18 من 5 حكام، 17.5 من حكمين القوائم، 16 من 4 حكام، 15.5 من 3 حكام الحركة جاءت ب 19 من 4 حكام، 18.5 من 3 حكام بمجموع 90.8. Results now for collection number 306 AHM Mulgatris, signed by Marash out of Shamsat Al Shawami's Preliminary Nouns by Ahmad Ahmad Al Yamai and 8HM Mulgatris scores a total of 90.80.
In front of us, we see the next contender in this class, category number 209, and we're heading to the results for category number 307. الآن مع نتيجة رقم 307 تاج الصيعر لمربط الصيعر للخيول العربية في الهوية العربية 19.5-19 من 6 حكام الرأس والعنق. ستظهر النتيجة الآن. نعم سنستعرض النتيجة لتاج الصيعر. ستظهر على الشاشة بينما في هذه الأثناء يتم تقييم الفحل اللي أمامنا. رقم 309 حيث يتبقى لدينا فحلين فقط في هذا الشوط. نعم الآن التقييم الفحل رقم 309 نشاهد أيضا تواجد مجموعة من الحكام اللي نذكر أنهم من مخرجات أكيد الدورات التي تقدمها جمعية الإمارات الخيول العربية في تأهيل أيضا الكوادر الإماراتية وتأهيل الحكام، حيث نشاهد في هذه البطولة أيضا تواجد مجموعة جديدة من الحكام الإماراتيين ممثلة في الحكم الإماراتي عليان الهاجري والحكم أيضا زايد القحطاني، أيضا من الحكام اللي يتم تأهيلهم كحكام ساحة متدربين هناك الحكم أحمد البادي، جنبا إلى جنب لمجموعة الخبرات التي تتواجد في هذه البطولة. نعم الخبرات التي يستفيد منها الحكام المتدربين على أرض الميدان بعد أكيد الدورات التي حصلوا عليها نظريا وتدريبيا من قبل جمعية الإمارات للخيول العربية. هنا نشاهد أيضا الفحل أمامنا رقم 309 تنتهي مشاركته بانتظار مشاركة الفحل القادم رقم 310. Thank you so much, Calling 309. We now like to welcome the next contender in this class. The last class of the senior stallions from 7 years and older. We're now heading again to the results for Calling 207. ونتيجة الفحل رقم 307 تاج الصيعر لمربط الصيعر الخيول العربية في الهوية العربية 19 من 6 حكام 19.5 الرأس والعنق 19.25 من حكمين 18.75 من حكمين 19 من 3 حكام الجسم والانسيابية 18 من 6 حكام 17.5 القوائم 15.5 من 6 حكام 15 والحركة 19 من 6 حكام 18.5 بمجموع بلغ 90.5. Results for category number 307, Taj Al Ziyar, sired by A.G. Taj Mahal, out of Al Ziyar Arabian Horse, out of Farah Bin Zal, Bradley, probably better known by Al Ziyar Arabian Horse, and Taj Al Ziyar scores 90.50. In the meantime, we see the next contender in this class, category number 310. And I'm afraid that category number 310 is out of competition because the horse is lame. And it means that we like to welcome the last contender in this class. Sorry, this class is the class of the 4 to 6-year-old stallions. We are heading now to the last contender, category number 311. Before we are heading, of course, to the announcement of the top five in this class, and then we're heading to the last class of the qualification classes here at the Emirates Arabian Horse Breeders' Championship. The stallions from 7 years and older. But now, welcome to the last contender in this class.
in front of us and in front of our judges, the last contender in this class, number 311. نتيجة الفحل رقم 310 حيزوم لزياد عبد الله كلداري، تم استبعاد نتيجته للعرج. Oh, we'll see the last contender in this class here. We're heading now to the results for card number 308. والآن مع نتيجة الفحر رقم 308 ALR أصيل يوسف محمد الرشيد. الهوية العربية 19.5 من 4 حكام، 19 من 3 حكام الرأس، والعنق 19.25 من 5 حكام، 19 من حكمين. الجسم والانسيابية 18 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، 17.5. والقوائم جاءت ب 16 من 3 حكام، 15.5 من 3 حكام، 15. والحركة 19.5 من 6 حكام، 19. ليكون ALR أصيل في الصدارة ب 91.8. Results for number 308 ALR أصيل signed by Efor Rashim out of the Nora. Retenons by Yusuf Muhammad al-Rashid and ALR Azil scores 91.80 so far in the lead in this class. وهنا أيضا نتيجة رقم 309 MO ذهب لخلف محمد خلف العتيبة. الهوية العربية 19.5 من 6 حكام، 19. الرأس العنق 19.5 من 4 حكام، 19.75، 19.25. الجسم والانسيابية 18 من 5 حكام، 18.5 من حكمين. والقوائم جاءت ب 15 4 حكام، 15.5 من حكمين، 16. الحركة 19.5 من 4 حكام، 19 من 3 حكام، بمجموع 91.55 نقطة. Results for number 309 MO Dahab Sayed by Yazarir out of GG Diamond of Marwan. Redenons by Khalaf Muhammad Al-Otiba and MO Dahab scores 91.55. Thank you so much to the last contender in this class. Thank you so much to our judges. We are heading now to the last scores here in this class of the 46-year-old stallions at the Emirates Arabian Horse Breeders' Championship. So we are waiting for the last scores in this class. إذن كل الشكر للجنة التحكيم على جهودهم في هذا الشوط، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. تبقت لنا نتيجة واحدة وهي نتيجة الفحل رقم 311 فخر البطين لأحمد راشد المهيري. سنشاهد هل ستبقى النتائج على ما هي عليه. المركز الأول ALR أصيل، MO ذهب ثانيا، ALR تحدي ثالثا، أم سيكون لفخر البطين كلمة أخرى وسيحقق مبدأ القادمون من الخلف. حتى الآن المتأهلون إلى أشواط البطولات، أشواط الفحول، هم الثلاثة اللي ذكرناهم. سنشاهد هل ستكون لفخر البطين كلمة ويكون فخرا لمالكه. سنشاهد النتيجة التي ستعرض بعد قليل.
الآن مع آخر نتيجة في هذا الشوط لي رقم 311 فخر البطين لأحمد راشد المهيري. فخر البطين هو فخر فعلا لأحمد راشد المهيري. في الهوية العربية 20-19.5 من 6 حكام، الرأس العنق 19.75 من حكمين، 19.5 من 3 حكام، 19.25 من حكمين، الجسم والإنسيابية 18.5، 18 من 6 حكام، القوائم 16 من 3 حكام، 15.5 من 3 حكام، 15، والحركة جاءت ب 20 20 20، صلوا على النبي، 20 20، بعد مرة صلوا على النبي، 20 19.5 بمجموع 92.7. Results for the last contender in this class, Akhrabatin, side by Bernal, out of Evita, red and owned by Ahmad Rashid Al-Muheri, and Akhrabatin scores with a 6x20, a score of 92.70. Congratulations, Akhrabatin, congratulations, Ahmad Rashid Al-Muheri. اسم على مسمى فخر البطين، فعلا فخر البطين. ناموس لأحمد راشد المهيري، ناموس. قبل التتويج بالمراكز الخمسة الأولى، اسمحوا لي يا سادة أن يتم دعوة حكام البطولة ولجنة التحكيم الذين فعلا نشكرهم على جهودهم، يعني جهودهم الكبيرة التي بذلوها في هذه البطولة. الشكر أيضاً للجان الانضباطية ما وراء الكواليس، شكراً لكم على كل ما قدمتوه في بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية. بداية ندعو لجنة التحكيم إلى التواجد إلى أرضية الميدان، وهم سيتم قراءة أسمائهم من قبل زميلي إيريك بلاك. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome in the arena our panel of judges. We'd like to welcome from Egypt, Mr. Ali Sharawi. We'd like to welcome from Syria, Mr. Basil Jadan. We'd like to welcome from Italy, Mr. Gianmarco Aragno. We'd like to welcome from Poland, Mr. Lukasz Kudzielski. We'd like to welcome from Bahrain, Mr. Mahmoud Farrash. We'd like to welcome from Italy, Ms. Maria Ferraroni. We'd like to welcome from Germany, Mr. Mark Ismer. We'd like to welcome from Egypt, Mr. Mohamed Badrawi. And we'd like to welcome from Italy, Mr. Roberto Ceccaroni. We also like to welcome in the arena our probationer judges here from the United Arab Emirates, Mr. Alian Al-Ajri and Mr. Zaid Al-Kathani. وأيضا ندعو لجان الانضباط المكونة من الدكتورة لورا ماسكانيا من إيطاليا رئيسة اللجنة، وأيضا السيدة إيل فاندون من بلجيكا، الدكتور أيضا عمر جل، والدكتور ضياء الرحمن حبيب جل، والدكتور السيد الرفاعي، والسيد سالم الكثيري. وندعو أيضا حكام الساحة السيد بيتر هيجمان من ألمانيا، السيد سيد حميد مرزوق من مملكة البحرين الشقيقة، والسيد أحمد البادي دولة الإمارات العربية المتحدة. الشكر، كل الشكر لهذه اللجان، لجان التحكيم واللجان الانضباطية وحكام الساحة على الدور الذي قدموه، وكانوا أيضا عمود في نجاح هذه البطولة، بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، والتي تأتي في نسخة ثالثة مميزة هنا في أكاديمية أبو ذيب في الصالة الكبرى. شاهدهم تباعا على الشاشة خبرات تحكيمية تتواجد من دول العربية وأيضا من الدول الصديقة. إذن ندعو الشيخ زايد بن حمد أنهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، أيضا الالتقاط صور تذكارية
مع لجان التحكيم واللجان الانضباطية وحكام الساحة. ونتحية الشيخ زايد للحكام المتواجدين والخبرات التحكيمية، مثلا في السيد علي الشعراوي من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهنا تهنئته وسلامه مع سيد باسل جدعان من الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وهنا أيضا أكيد دعم كبير، وهنا أيضا مع السيد جيانماركو أرانيو من إيطاليا، وهنا أيضا مع السيد لوكاس جزلسكي من بولندا، ومع السيد محمود فرج من مملكة البحرين الشقيقة. Hello, gentlemen. Also, Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, the Deputy Chairman of the Board of Directors of the Emirates Arabian Horse Society and the Chairman of the Higher Organizing Committee, is now thank Mr. Mark Ismer and Mr. Mohammed Badrawi. Also, thank you much to Mr. Roberto Ceccaroni. And thank you so much to Alian Hajri. هنا أيضا أكيد تشجيع الشيخ زايد بن حمد للحكم عليان بتران الهاجري، وأيضا واحد من الخريجين خريجي الدورات التي تقدمها جمعية الإمارات للخيول العربية في أيضا تهيئة وأيضا تقديم حكام جدد على الساحة. هنا أيضا مع زايد القحطاني أحد الحكام المتدربين التي تقدمهم الجمعية في هذه البطولة. هنا الدعم، هنا نعم الدعم، هذا الدعم الذي يعطيك حافز كبير أيضا للمواصلة في هذا المجال بتواجد الشيخ زايد. وهنا مع اللجان الانضباطية مع الدكتورة لورا ماسكانيا من إيطاليا، وهنا مع السيد سالم الكثيري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا مع السيدة إيل فاندون من بلجيكا، وهنا مع الدكتور عمر جل أيضا، والدكتور ضياء الرحمن، وأيضا التحية للشيخ زايد، وهنا أيضا مع الدكتور السيد الرفاعي. وهنا مع حكم الساحة صاحب الابتسامة دائما بيتر هيجمان من ألمانيا، دور كبير أكيد من بيتر هيجمان. وهنا أيضا من سيد حميد مرزوق من مملكة البحرين الشقيقة، حكم ساحة. وهنا أيضا مع سيد أحمد البادي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حكم ساحة قادم أيضا في ميادين بطولات الإمارات الخيول العربية. It's a great honor, ladies and gentlemen, that we have today here at the Emirates Arabian Horse Breeders' Championship, all the officials together with Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan, who gives the enormous support to the breeders and owners here in the United Arab Emirates, also by supporting this event here in the Boutib Academy, the Emirates Arabian Horse Breeders' Championship. But we see now all the officials here in the arena. And again, thank you so much to all of our officials. Thank you so much, Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan. نشكر الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات الخيول العربية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، الداعم الكبير وأيضا المتابع والمشرف على بطولات جمعية الإمارات الخيول العربية التي تنظمها والتي تشرف عليها والتي تدعمها، هذه المتابعة الميدانية الدائمة التي هي واحدة من أسباب نجاح بطولات الإمارات، بطولات جمعية الإمارات في مختلف أنحاء الدولة.
We now like to announce the top five in this class of the 4-6-year-old stallions. What we saw in the competition, the gallop number is 293 till 311. We now like to announce الآن يا سادة سنستعرض النتائج النهائية لشوط الفحول بعمر 4 إلى 6 سنوات. هذا الشوط الذي تصدره الاسم على مسمى فخر البطين رقم 311 ب 92.7. المركز الثاني كان من نصيب فخر البطين لأحمد راشد المهيري 92.7. المركز الثاني كان من نصيب رقم 308 ALR أصيل ليوسف محمد الرشيد ب 91.8. والمركز الثالث كان رقم 309 MO ذهب لخلف محمد العتيبة 91.55. الثلاثة الأوائل تأهلوا إلى أشواط البطولات الخاصة بالفحول. المركز الرابع كان من نصيب ALR تحدي لمحمد يوسف الرشيد 91.4. والمركز الخامس ذهب لي رقم 295 لامار بي اتش ام لعلي غانم بن هميل المزروعي 91.25. الناموس لابو راشد حصول فخر البطين على المركز الاول. وسيتفضل سعادة سليمان الهطالي مدير التسجيل في سلطنة عمان الشقيقة بتتويج الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى بمعية السيد عيض المنهالي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات الخيول العربية. And we see the top five in this class here in front of us. We like to welcome Mr. Suleiman Al-Atali, the director of the Oman Horse Registration, together with Mr. Adi Amanali, head of activities and events department of the Emirates Arabian Horse Society. Congratulations to the winner in this class, Fakhr Al-Batin, a son of Bernal Odove Vita. Congratulations to Ahmad Rashid Alomeri. Then the second place to Ilha Rasil, a son of Efel Rashim out of Dinora, Redonunt by Yusuf Ahmad Al-Rashid. Then are we heading now to the third place? To Emo Dahab, the son of Yazarir out of Gigi Damir of Marwan, Bredenund by Ahmed Mohamed Al-Otiba. Then on the fourth place, Ilar Tahari, the son of Barjaz Al-Zubair out of Saikis Kebeli, Bredenund by Marjus of Rashid. And to complete the top five, congratulations to Lamar BHM, a son of Ashman Moni Shon out of PA Livia. Congratulations to Aligar Mamazrui. We're looking forward to meet again here in the arena at the Budip Academy. Fakhr Al-Batin, Ilar Asil, and